دائما مصر تؤكد بأنها تدعم التوافق الليبي وأن حل هذه القضية لابد أن يرتكز على توافق لكافة الأشقاء في ليبيا حول المسار المستقبلي، تعزيز المؤسسات واحترام المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قرارات، وتأكيد أن مجلس النواب اطلع بمسؤوليته التشريعية في إطار تنفيذ اتفاق السخيرات والتشاور مع مجلس الدولة لبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى الانتخابات وتؤدي إلى تعديلات دستورية، كلها توافقات تمت من خلال الحوار والتوافق.